اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت التسجيل؟ نعم مستر. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. فريق استشاري تدريب، يشرفني حضوري معكم. دكتور جمال الجنيدي استشاري تدريب ومؤسس الفريق، نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم التدريب اليوم. واليوم انطلاقة جديدة، اللقاء التدريبي الرائع كلاس بوينت، يقدمه لنا المدربات الرائعات توأم تونس الشهير أستاذة جازية العبيدي أستاذة هدية رياحي من تونس. شرف لي وجودكم معنا في فريق استشاري التدريب، وشرف لي من هذا التعاون مع حضراتكم، وبشكر جهودكم، وإن شاء الله لقاء موفق. تفضلوا حضرتك. فضلي هدية. شكرا. إذا نرحب بضيوفنا الكرام، إن شاء الله يا رب تعد أمسية رائعة ونخدمها بأكواد وهدايا وشهائد إن شاء الله، وخاصة نشجعوا كل الحضور أنهم يحاولوا يتعداوا باش يحصلوا على شهادة سكول كوتش أو كتراو فيها احنا حصلنا عليها اليوم. كان اليوم يوم مبارك من صباحه والحمد لله حصلنا عليها اليوم الشارع، وان شاء الله يا ربي هي اسهل بكثير من معلم معتمد. واحنا في الخدمه كل اصدقائنا الموجودين في اي وقت مستعدين للحضور مع كضيوف، مساعدته على تحضير التدريب ومساعدته ايضا على جلب اكواد والحصول على هذه الشارع ان شاء الله. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، ينطلق تدريبنا اليوم مع استشاري تدريب والدكتور جمال جنيدي وتوأمي طبعا هادي الريحي مرافقتي الرسمية وتوأمي فعلا وتوأمي الصحيح. مرحبا بالجميع. وكما قالت هادية، اليوم تحصلنا على كوتش في كلاس بوينت. أقول لك مبروك أستاذة هادية ومبروك الأستاذة جازية. محتوى لقاءنا اليوم هو أول سنتعرف في الاتجاهين، ما معنى في الاتجاهين؟ سنتعرف على المدربتين، وكذلك سنتعرف على الحضور باستعمال هذه الأداة الرائعة، سترون كيف ذلك. ثم لدينا التعريف بالأداة وكيفية تثبيتها، التعرف على كل ما تحتويه هذه الأداة من أيقونات، ثم إنجاز التمارين التفاعلية التي يمكن أن ننجزها في فصولنا مع تلاميذنا. نتعرف الآن على أستاذتي أستاذة هادية الريحي. تفضلي هادية. طبعاً محدثاتكم الأستاذة هادية الريحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، يعني آخر شهادة في التعليم الثانوي حصلت عليها. يلا جايزي أعيدي الوضع الشارع. موجودة هادية الشارع. نعم، إذن 30 سنة خبرة، متحدث رسمي دولي بالعربية بالفرنسية وبالإنجليزية، مدرب معتمد لدى الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تكنولوجيك سوهاج، الأهرام المصري، فريق مايكروسوفت فلسطين، فريق تعليم يجمعنا، لدى الصالون الليبي للتعليم، مبادرون نحو القمة، مجتمع فلسطين التعليم، مبادرة تعلم مشغف، أرقي التكنولوجي، فريق برايم فلسطين، فريق برايم مصر، فريق بوصلة المستقبل من الكويت، وطبعا مدربي فريقنا الرائع اليوم، واللي تحضروا معاه طبعا تدريبات متواصلة مع الدكتور الأستاذ جنيدي. الحمد لله الأستاذ جمال معنا. ماذا أقول أيضا؟ مؤسس ومدير التنفيذي ورئيس فريق مهارات القرن 21 بالعربي، سفير عديد الفرق والمبادرات، تعليم يجمعنا، الرقي، مبادرة تعلم وشغف، استشاري تدريب، مبادرة شاراتي، عضو ومدرب معتمد بمركز التدريب البيئي السويدي إيكو ترينينغ سنتر سويدن، سفير تعديد المنصات العالمية بانسي، عرفنا بها أكثر واحدة، واكلت فليب جريد، تيفار، أولمبيا وغيرها طبعا. ماذا أيضا؟ عضو ومدرب ومحاضر ومحكم وحاصل على جائزة الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الأولى 2021، متحصل على وسام الاستحقاق من ملتقى
معلمي تونس العربي الدولي، متحصل على جائزة أفضل معلم منجز سنة 2021 من بين 55 من العالم، ومن بينهم 5 من تونس، جائزة وجائزة طبعاً معي، جائزة 100 مبادرة من ليبيا، معلم معتمد لدى مايكروسوفت، ماستر ترينر، ماستر تيتشر، مي إكسبير، معلم معتمد أيضاً لدى فليب جريد، إدمودو، كامي، نيبورد، ماينكرافت، موت، بوك كرياتور، أدوبي إدوكيشن، ثينك لينك وغيرها، متحصل على الجائزة وعلامة الجودة الوطنية والأوروبية إتوينينغ سكول للمدرسة الرقمية من ومشاركة في مؤتمرات دولية للتوأمة الرقمية، ومدرستي أيضا هي تدخل في المدارس الرقمية في تونس والتي تدخل في إتوينينغ أوروب. أيضا جلوبال فريند كلوب أمباسادور لجلوبال سكول أليانس، عضو ومحاضر بفريق Digital Literacy and Global Education Forum، عضو ومحاضر بفريق جامعة International Internship University، Ambassador 21 DigiSkills Global Community، مشاركة في أغلب الفرق التونسية والعربية كمدرب، أيضا Leader in Global Education Network، عضو في لجنة الإعداد اللوجستي في أكبر حدث وطني هذه السنة 2022 أسبوع العربي للبرمجة حول الذكاء الاصطناعي، عضو بفريق وسفير ومنسق وطني في 21 ديجي سكيل، والأولى العربيات المتحصلة على الشارة الذهبية للسفير العالمي لمهارات القرن 21 بالإنجليزية، منسقة حدث تويتر العرب، مدرب خبير محترف مع المجتمع الفلسطيني، مؤشر عمران، تربويون من أجل التغيير، ومدرب معتمد من كلاس بوينت، والإضافة اليوم كوتش سكول من كلاس بوينت أيضا. سأضيف هذه الشارة هذه. ما شاء الله. إذا نمر إلى توأم الأستاذة جازية العبيدي، كل مقالته هذه ربما نتشارك في بعض الشارات مع بعضنا والأغلبية والأغلبية مع بعض، لكن أنا سأحوصل سأقول أول حاجة هي أستاذ مدارس ابتدائية مميز كما قالت هذه وصلت لل، ثم معلم خبير لدى مايكروسوفت لمدة سنتين، ماستر ترينر، معلم مدرب معتمد لدى العديد الفرق العربية كتكنولوجيك سوهاج، كاستشاري تدريب، كالرقي، كمبادرة شغف، كما المجتمع الفلسطيني، التعليم يجمعنا، برايم فلسطين، الصالون الليبي للتعليم، كذلك سفير لعدة منصات عالمية، بانسي وكلتي فور، كذلك عضو ومدرب ومحكم في الأسبوع العربي للبرمجة، ومتحصل على الجائزة مع توأمي في الأسبوع العربي للبرمجة في نسخته الأولى، متحصل على أفضل معلم في العالم بين 55 مربي مع توأمي، معلم معتمد لدى فليب جريد وعديد من التطبيقات، كذلك Global Community Leader جين، كذلك محكم ومحاضر مع الأسبوع العربي للبرمجة في نسخته الثانية وموضوعه الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة، ومدرب محترف مع المجتمع الفلسطيني وتربويون من أجل التغيير تي و تي، عضو بالتوأمة الرقمية ومتحصل على الجائزة الوطنية لمدة سنتين، وأهم حاجة هو اليوم كلاس بوينت، وأنا مدربة معتمدة لدى كلاس بوينت مع توأمي أول تونسيات في هذا مع هذه الشارة، وتحصلنا اليوم على كوتش زيادة في كوتش القسم مع في كلاس بوينت، كذلك عضو في فريق التدريب الليبي السويدي، وطبعاً لا أنسى موجودة في الفريق التنفيذي في فريق مهارات القرن 21 في نسخته العربية. أنتم الآن تعرفتم على المدربتين، الآن سنتعرف عليك البيئة السويدي. نعم البيئة السويدي، عفوا هدية. الآن سنتعرف على حضورنا الكرام، سأمدكم بالرابط إذا كان موجود شات، اكتب يا هدي classpoint.app، كل سيكتب اسمه ولقبه ومرحبا بالجميع لكي نتعرف على الحضور. عندما تكتبون classpoint كهكذا سيتظهر أمامكم هذه كتابة الكود الذي سأمدكم به، كتابة الاسم، ثم تضغطون على كلمة join classpoint.app،
لو سمحتي هدية أو أي فتحي أي اللي ك plus point point up وأنا بالدوري سأكتبه. وأب وتضغطون هذا الرابط تكتبونه وتضغطون عليه فتظهر أمامكم هذه الشاشة. نعم ستكتبون الكود هنا، ستكتبون الاسم هنا وتضغطون على كلمة join وتدخلون القسم الذي سنقوم به لنتعرف على بعض ونقوم بأسئلة تباعا معي ومع الأستاذة هدية الرياحي. نعم نتعرف على بعض. الكود جازية في انتظار الكود. نعم الكود. نعم لحظات الكود هو لحظات هدية. نعم سيظهر الكود. إذن هذه هي أداة كلاس بوينت التي سيقع تثبيتها على الباوربوينت ويمكن دوما نستعملها في القسم في التقييم القبلي في التقييم الحيني في التقييم في آخر الحصة. إذن كودنا اليوم هو 52248 سأكتبه على الشات. 52248 نعم نكتب الكود ثم نكتب الاسم. أنا التحقت بالفصل. مرحبا هادية. 52248 نكتب الاسم نكتب الكود أولا ثم نكتب الاسم ثم نضغط على كلمة جوين. 7 دخل القسم. مرحبا بالجميع. نرسل الكود إلى الأستاذة شادية مهران جازية. أرسليه أنا لا أستطيع فتحة منه هنا. نعم نعم هناك من أرسل لي هذه تدريب وقت أنها أصبحت كوميونيتي فرحانة. الحمد لله أستاذة. نعم مرحبا. يوم الأحد كان التدريب والحمد لله يعني تدريب موفق كالعادة وبدأت النتائج يعني على مستوى الشهائد الخاصة والحمد لله. إذن الأستاذة لكي يلتحق هناك 8 نريد الجميع الموجود في القاعة يلتحق بنا لأننا هيدية سنقول لأن هذا سيكون له تأثير على الجائزة وعلى الأكواد. نعم هو باش يتمرس أكثر معك باش يحصل على الجوائز معي يعني. نعم. يتدرب بطريقة جيدة. نعم وأنا بدوري التحقت بالقسم يا هادية. أنا كذلك التحقت بقسمي. مرحبا مرحبا أستاذة وفاء. مرحبا رضوى. محمد أنور لطفي. كوثر مرحبا كوثر أهلا وسهلا. نحاول الكل نلتحقوا خاطر من بعد الجوائز باش تكون بالكود يعني يلزم تعرف كيفاش تدخل بالكود مع جازية ثم تلتحق بعد معي. من يكون الأسرع بسرعة. نعم نعم مرحبا كوثر على السلامة. سهام مرحبا. يمكن كتابة اسمك في الخانة الأولى ثم تكتب لقبك في الخانة الثانية لكي تكون هناك نتحصل على سحابة كلمات ممتازة. دخلت بس مش عارفة أكتب. ما زلت لم تضع السؤال جايزة لم ينطلق. لم أعطي إشارة الانطلاق ننتظر في الحضور حتى يلتحقوا بنا. سأعطي إشارة الانطلاق يا هادية تفضلوا. تفضلي. نعم تفضلوا. يمكن إضافة أكثر من إجابة. أنا كتبت اسمي وسأكتب بلدي
تونس. وسأرحب بالجميع. مرحبا بالجميع. نعم أستاذة وفاء، اكتبي أيضا. من خلال كلاس بوينت أستاذة يسرى، مرحبا. رضوى اكتبي على الكلاس بوينت، ادخلي على جوجل classpoint.com ثم ضعي الكود. تضعين الكود ثم تضعين الإجابات بعد ذلك، لأنه بالمشاركة بعد باش تحصلوا على الأكواد بهذه الطريقة، يعني أكواد الثلاث أشهر مجانية. نتدرب معي وتحصلون مع هادية. نعم. انتوا الاثنين واحد. نعم اثنين واحد الحمد لله. هو كل ما فما توأم آخر راهو هذاك ماهوش حقاني، نحن الأصل والباقي تقليد. نعم يا هادي، وأنا أثير في الرأي. نعم. وأنا أؤكد. طبعا أنت مساندنا الرسمي أستاذ فتحي. إذن في القسم 15 وسحق في الغنام. كود ماذا يا يسرى؟ الكويت آخر الحصة، أكويت تفعيل كلاس بوينت. الآن تدخل على classpoint.app، تضعين اسمك ثم تضعين الكود 52248، تجدين نفسك في فصل أستاذة جازية داخل القسم يعني للتفاعل معها، ثم سنغير كود الفصل معي لنقوم بتمارين أخرى ثم تمارين من أجل الحصول على الجوائز آخر الحصة. لقد سمعت اسمي أستاذة، هل وصل؟ سنرى الأسماء، لحظات فقط. نعم سنرى الأسماء. الاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. سجلت اسمي، هل وصل أم الإنترنت؟ لحظات سنرى ذلك. وصلت 13 إجابة في الفصل، فما 16 مشارك، يعني جيد جيد يعني أكيد تعاود جازية بعد قليل توريكم كيفاش نرجع باش نحطوا الكلاس بوينت ونحطوا الكود، ما تسالش للذي لم يستعمله من قبل. نعم سأعيده في السؤال الثاني بحول الله إن شاء الله. سأكتفي بهذا القدر هادية. نعم نعم بدأ العدد التنازل، سنرى من التحق بنا. حضرتك بيكتب لي ان الكود مش صحيح. لحظة اذا هنا وفاء وفاء مين مرسي بورفو، شادي عبد الكريم مهران، هلا فاروق ابراهيم من مصر، وفاء حبشي تونسي، سونيا السعيدي مرحبا، نبيل علي من تونس، حسينة جازي العبيدي كتبت جازي العبيدي، مرحبا بالجميع، هادي الرياحي، كوثر هنا، حداد فتحي تونس، شكرا للتوأم، هناك من كتب كتابات، وشادي عبد الكريم مهران، مرحبا بالجميع، هذا أنا التحق. سلام مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. أنا اسمي صف نازل جمال، يا ترى اسمي موجود طلع؟ لأن كان في عطل عندي في الأداء. لا لا لم يظهر صف نازل، لما ما ظهر. بس أنا كتبت مش موجود. كتبت مع بعض. نعم سأحتفظ بهذه الإجابة. طب أكتب تاني ولا إيه؟ في وقت لحظات بس أنا كتبت. في السؤال الثاني، لحظات استاذتنا، هناك سؤال ثاني ستكتبين. لحظات أستاذة، بإمكانكم أخذ تبتير للمحاولة. لحظات أستاذة، لحظات أستاذة، لحظات. إذن سأعيد أدخل للكلاس بوينت هذا. نعم هنا نكتب classpoint.app
ستجدون أنفسكم أمام هذا، تكتبون هنا الكود. هيديا من لي علي الكود؟ الكود لحظة فقط شايزي. 52 284 ونكتب الاسم ثم أضغط على كلمة جوين، ستلتحقون بالقسم. هناك أسئلة أخرى. نعاود من الأولى. نعم. اللي ما دخلش يعاود، اللي دخل يبقى في القسم، ما يخرجش. ما يخرجش. مرحبا بيك، أبقى الغادي ما تخرجش. أنا دخل. إذن سنواصل. كتبت صفناز، يا رب يكون واضح. كتبت اسم وأرسلت. مرحبا. إذن هناك سؤال آخر، لحظات. هل استعملت هذه الأداة وتعرفت عليها من قبل؟ نعم أم لا؟ إذا استعملت تقول نعم استعملت، إذا لم تستعمل هو إجابة حرة، تجيب كما تريد بنفس الكود في نفس القسم لكي نعرف. سأعطيكم إشارة الانطلاق، تفضلوا. نعم أنا بدوري سأجيب. ترون في الأسفل الإجابات اللي بسبب الوصول، وفي الفوق هناك عدد التلاميذ. عنا 20 ودخل معنا 13 14. هي دي هناك تحسن. ممتاز. نعم و 17. وسنتعرف كيف نجهز هذه الأسئلة. لحظات، هذا تمهيد، هذا تشويق، وما زال لكي نتعرف أكثر. مرحبا بالأخت ابتسام من ليبيا، مرحبا بك صديقتنا. الإجابات 20 في القسم وهناك 19، ننتظر الوقت فقط. تقريبا الكل دخل يعني وأجاب. ممتاز ممتاز، مرحبا بالجميع. مرحبا هند دغمان من ليبيا، أيضا التحقي معنا بالفصل أيضا، مرحبا. الكود هو 52248. نكتب classpoint.app والجميع يتفاعل معنا لأنها فعلا أداة رائعة ومميزة وتسهل التواصل مع التلميذ، والتلميذ يجد متعة في تلقي المعلومة وهو يعلم الأطفال وهم يلعبون كما يقول يقال. نعم، أيضا نرحب بالأستاذة سفيناز صالح، مرحبا أستاذتي الجميلة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم الكل. أهلا بحضرتك الأستاذة هذه الجميلة، حضرتك المنورة والأستاذة الكريمة. أستاذة جاكية، ربي يخليكم الكل. أنا بعشقك جدا جدا جدا، ربنا يبارك فيك يا رب. عايشك. تفضلي. نعم ننتظر الوقت، الوقت ننتظر الوقت فقط، لقد أعطيت وقت كثير معناها في معناها لقد هادية بعدين أحطي وقت قصير لأنهم أظن أنهم تمكنوا من استعمال هذه الأداة معناها الإجابة بسرعة. نراعي الإنترنت. نعم. يا أستاذ الانترنت مختلف السرعة. لا لا سأعطيكم الوقت، لا لا إشكال، يعني نعطيكم الوقت ومعكم حتى لين إن شاء الله الكل يتوفق. أشكرك أشكرك. ويثبت الأداة في الباوربوينت ويفهمها. نعم هذه إجابتنا، سنرى من دخل معنا. قالت نعم نبيلة، نعم. قال هنا، قالت نعم استعملها. هند نعم، الجميع يستعمل. نعم نعم. سهام كوثر نعم. فتح حدية طبعا نعمين مش نعم واحد. شادية نعم، الجميع يستعملوا كلاس بوينت، يعني لن نجد صعوبة في تدريبنا اليوم. قال نعم تعرفت عليها، هي أداة مميزة جدي العبيدي. نعم قمت. الجميع، هناك من قال لا، سلاح بيب قال لا،
لا تخرج من هذه من هذا التدريب إلا وأنت متمكن من هذه الأداة. لا تقلق، إذا سأقوم ب بهذه الإجابات، سأحتفظ بها طبعا للعودة في القسم. بإمكانك الاحتفاظ بالإجابات للعودة إليها من أجل الدعم والعلاج كما نفعل ذلك. أنا هي أداة مميزة ورائعة، والذي قال هو نعم. نعم، أعود الآن. هذا سؤالي، هل رأيتم الشرائح التي احتفظت بها؟ لقد بقيت معي مع عرض الباوربوينت، احتفظت بها كلها. نعود إلى القسم كذلك، وهنا عندنا سؤال آخر. تعرفون أداة كلاس بوينت، عندنا أداة بنسي، عندنا أداة وكلت. سنربط الآن بسهم في نفس القسم، سنبقى تمارين تفاعلية. ستظهر أمامكم شاشة، ستظهر أمامكم هذه الأقلام، تختارون اللون الذي تريدونه وتربطون بسهم. أربطوا بسهم كل أداة بالاسم الذي يناسبها. أنا سأختار نعم، ونجم وأستطيع أن أختار كل مرة لون. ثم أقوم أرسل العمل. هذه أعطيتهم الإجابة، لحظة أعتذروا. تفضلوا، أعطيت إشارة الانطلاق. أول حاجة تفعلون هي open slide، تفتحون السلايد وتختارون نعم ثم تضغطون على كلمة submit. أول حاجة أضغط على open slide. القسم فيه 20 ودخل معي 10 فقط. ننتظر البقية. نعم، ننتظر البقية. نعم، هذه إجاباتنا كلها، الجميع شارك. ننظر هنا بإمكانكم. نعم، سأضع قلب للجميع. مرحبا الجميع. نعم، الجميع متمكن. أستاذة هادية،
هادية؟ نعم جاهزية؟ كان الجميع متمكن، الإجابات كلها صحيحة. نعم جيد. ما شاء الله، أحسنتم. هم أحسنتم. يمكن خاطر احنا دربنا واكلت زيدا وبنسي، تقولين لي هذا السبب يعني؟ طبعا نجحنا في تدريبات طبعا. قراءة ما بين سطور يا هادية، احسنت. نعم اذا كان الكلهم يعني توافقوا في انهم يربطوا بسهم يعني انهم خذوا فكرة. اكيد. مرحبا بالجميع، نورتونا شرفتونا بصراحة، شيء يعمل 66 كيف، والباقي سترون تغيير الأقلام والقلوب يعني، ما عادتش إجابات بسيطة يعني. نعم. إجابات جيدة وجميلة. نعم مرحبا. إذا طبعا الكل ياخذ سكرين شوت ويحاول ينشر الإجابات. طبعا حاولوا تنشرهم على صفحات كلاس بوينت، فما صفحة متاع كلاس بوينت وفما صفحة كلاس بوينت بالعربي، هي صفحتنا وتخص كل ما ينشر حول كلاس بوينت العربي. هل رأيتم الشرائح كلها موجودة؟ إجاباتكم سأعود إليها. سؤال أستاذة هادية. تفضلي. هل وصلت الشريحة بالاسم؟ نعم. الشريحة اللي احنا جاوبنا عليه. نعم بالاسم. نعم كوثر رقدتي. نعم كوثر، هاي كوثر. نعم تمام. نعم اذا نمر. انت ترسل الاجابة كوثر وبقية ضيوفنا نعملوا سكرين شوت للاجابات ومن بعد تشاركوا بها في صفحات كلاس بوينت الكل. نعم. بالعربي عندنا صفحتين، وفما صفحة استاذ يعني كلاس بوينت ايديوكاتور، وفما بقية صفحات ايضا، وصفحتك الخاصة طبعا تنشر عليها. السلام عليكم. مرحبا. حالكم؟ الحمد لله. إذا أواصل وهادية. ممكن إعادة السؤال، لأن أنا بعد ما دخلت صار لي خلل في الهاتف. لا إشكال يا ابتسام، ما زالت الأسئلة كثيرة. هاي الأسئلة اللي فاتوا خلاص يعني، ولكن ما زال عدد كبير من الأسئلة، لا تهتمي. لا تخرجوا من القسم، مازال سؤال، وبعدها سأريكم كيف تخرجوا من قسمي وتدخلون قسم الأستاذة هادية. شكرا. نعم مرحبا. إذا ننطلق الآن في التعريف بهذه الأداة. أول شيء سنعرف بشركة إنكناو. بدأت تكنولوجيا التعليم مولودة في سنغافورة تتطور منتجات وحلول تفاعلية ساعدت منتجاتها من أجهزتنا وبرامجنا العملاء من جميع أنحاء العالم على تحويل تعليمهم وتعلمهم رقميا، وهذا هو الرابط، بإمكانكم الدخول عبر هذا الرابط لكي تشاهدوا وتطلعوا على هذه الشركة وما تحتويه. أعرف هادي لو سمحتي الرابط إن أمكن تضعيه. نعم سأواصله. نذهب للشريحة الثانية. نقول نعم جازية، واضح الشاشة. إذا نقول يمر التعليم بتطورات سريعة خلال السنوات الماضية، ولمواكبة هذه التطورات من الذكاء الاستفادة من الأدوات الرقمية التي توفر الوقت والجهد، ومن هنا جاءت أداتنا المميزة الرقمية التي سيتم شرحها في هذا التدريب، وهي أداة كلاس بوينت. أداة كلاس أداة كلاس بوينت هي أداة اختبار تفاعلية متكاملة للتدريس والفصول الدراسية، يسمح للمعلمين بتحويل باوربوينت مصممة لكل معلم يستخدم الخاصة بهم إلى اختبارات تفاعلية كما كنت أفعل الآن،
وأجرى شرائح الباوربوينت الاختبارات مع الطلاب وجمع ردودهم الحية كما جمعتها أنا الآن، وتسجيل الطلاب وحفظ البيانات، كما يوفر للمعلمون أدوات شرح توضيحي سهلة تساعد باوربوينت الاستخدام، وألواح بيضاء سترون ذلك مع الأستاذة هادية، رقمية داخل المعلمين على تحقيق ما سبق ذكره في كلاس بوينت، لا حاجة للتبديل إلى تطبيقات أخرى. نعم، أداة كلاس بوينت واصل. كلاس بوينت هي أداة تعليمية إضافية لبرنامج باوربوينت، نضيفها فقط في باوربوينت، لا وورد لا إكسل. يتم تثبيته على جهاز الكمبيوتر وتعمل معها برنامج باوربوينت فقط. تمكن كل معلم من التدريس بشكل تفاعلي وبناء تفاعل مباشر مع الطلاب بخطوات بسيطة، كما فعلت أنا الآن، تفاعلت معكم وتلقيت إجاباتكم والحمد لله. إذن من أهم مميزات كلاس بوينت هي تحويل شرائح العرض في باوربوينت بسهولة وسرعة إلى شرائح تفاعلية. يوفر للمعلمون أدوات للمعلمين عفوا أدوات توضيحية سهلة الاستخدام ولوحات بيضاء رقمية داخل باوربوينت. يتم تخزين الردود التي جمعها من الطلاب حتى نقوم بمسحها أو إعادة تشغيل النشاط كما فعلت أنا. إجراء الاختبارات مع الطلاب وجمع ردودهم وتقييمهم وحفظ البيانات وتحليلات للمراجعة. يمكن للطلاب الانضمام إلى أي فصل دراسي بأي جهاز به متصفح مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الهواتف الذكية. إذن الآن سنذهب إلى تثبيت الأداة. أهم حاجة هو سندخل على هذا الرابط تأمدكم به. نعم، ها هو هادية. الجميع يضغط على الرابط هذا. سنثبت الأداة. الجميع يتابع لو سمحتم. نعم، أنا بدوري هنا سأضغط على الرابط. ضغطت، فتحت أمامي صفحة جديدة، متصفح جديد. شير لحظات. نعم موجود الشير. إذا لا تخرجوا من القسم، أبقوا في القسم. هذا ما ظهر أمامنا الجميع. سنحاول تثبيت الأداة. الرجاء متابعتي. الجميع أمامها، ضغطتم على الرابط. هادية لو سمحتي تابع الشات. نعم، تضغطوا على هنا داونلود ناو، أو نضغط هنا فري داونلود ولا داونلود ناو كما تريد. أنا سأضغط هنا. عندما ضغطت سيطلب مني بيانات، اسمي، إيميل، لكن أنا سأكتب إيميل آخر لأني بإيميلي فتحت فتحة كلاس بوينت مثبتة بكلاس بوينت. لحظات. الجميع يتابع لو سمحتم حتى لا نجد صعوبة. نعم، نعم، نكتب الاسم واللقب، نكتب الإيميل والأورجانيزيشن معناها وين تخدم. أنا سأكتب إديكاسيون، نجم تكتبش، يمكنك عدم الكتابة. لحظة. ثم داونلود ناو، سيقع تحميلها على حاسوبي. نعم، هنا تحمل الأداة على حاسوبي. ننتظرها قليلا. نعم، ثم نفتحها بعد أن ينتهي التحميل. أضغط على كلمة أوفرير، افتح، ستفتح. ننتظرها. هادي، هل الصوت واضح؟ واضح. نعم، ننتظر. لا تأخذ قليل من الوقت.
كما قلت هي لا تثبت لا على الوورد لا على الإكسل، تثبت فقط على الباوربوينت. ها هي الآن ظهرت أمامي، حملتها على الشاشة، ظهرت أمامي هذه. هي موجودة على الشاشة. أنا بالنسبة لي أنا نزلتها سعيد. أحسنتي، لكن أنا هنا إنستال لأنها موجودة على هنا، تضغطون على هذه الكتابة الزرقاء لأن هي موجودة عندي. لا أستطيع أنا لأنها موجودة عندي. عندما تثبت يجب أن يكون الباوربوينت مغلق، لا تثبت والباوربوينت مفتوح. وبعد التثبيت ستظهر مباشرة لحظات هنا، هنا في كلاس بوينت. هاي هذه العلامة كلاس بوينت، أنا سأخرج من هنا لحظات وتكتبون الاسم قبل أن تفتحونها، ستدخلون بنفس الإيميل الذي وتكتبون ماذا لحظات الاسم last name مدرستك مستوى تدريس نوع تقرر ابتدائي ثانوي ماذا تدرس البلد أنا تونس، نجم تختار أي بلد كان، ثم تقول sign out. ستجد نفسك في الكلاس بوينت مثبت على الباوربوينت. أنا لا نفعل هذا لأني مثبت الأداة. ستجدون أمام هذه الصفحة فيها توجد فيها في كلاس في الباوربوينت، ستضاف لكم أيقونة فيها إنك ناو كلاس بوينت تبع شركة سنغافورية، وعندما تضغطون على كلاس بوينت ستظهر هذه الأيقونات كلها وسيتم شرحها تباعا وسنوظفها بحول الله. هذه تبع الشات، وأقول لنا من توصل إلى تثبيت هذه الأداة إنها سهلة التثبيت. نعم فما شكون ثبت، البعض ما زال ننتظر إذا تثبيت. نعم تثبيت الأداة لأنها ستظهر أمامنا هذه الأداة في عرض باوربوينت. كلما تفتح باوربوينت ستجد كلاس بوينت متربعة من فوق، وعندما تضغط على كلاس بوينت تم التثبيت. نعم أستاذة هند أحمد تم التثبيت. نعم عمل التثبيت. ألف مبروك، هي سهل التثبيت. وعندما تضغط على كلاس بوينت ستظهر أمامك هذه الأقلام، هذه السبورة، أنواع السبورات، نوعية الأسئلة سنرى ذلك كما فعلت هذا، وستبين لنا ذلك الأستاذة هادية طبعا تباعا وسنرى ذلك. والذي لم يتمكن معناه يريد أن يطلع أكثر على ما تحتويه كلاس بوينت يضغط على كلمة get start هنا، ستفتح أمامك سنرى ذلك. طب هو الشير مش واضح. لا واضح أستاذ لحظة فقط. يعني لا يمكن التثبيت على البورتابل على الموبايل. لا على الحاسوب. الخطوات اللي حضرتك قلتيها سابقا كان الشير مش واضح. لحظة أنا كمان ما عنديش شير خالص، مش شايفة حاجة خالص. الآن مش قدامك؟ كده الشير واضح قدامي. إذن قل أعيد، عندما تثبت أداة كلاس بوينت هناك جيت ستارت، هنا هذا الصاروخ تضغط عليه وستكتشف ما تحتويه هذه الأداة من مفاجآت ومن محتويات ممتازة، فيها كل الفيديوهات يمكنك مشاهدة معناها تكتشفها لوحدك هذه الأداة. المهم تثبتها على الباوربوينت وستظهر أمامك. نعم هنا هذه كلها
الباوربوينت، أنواع السبورات، الأقلام كلها ستفتح الفيديو وتشاهد. هناك تقاسم، من لديه إشكال في التقاسم يعني موجودة على الشاشة. نعم. هناك إشكال نت. نعم، هذا هو الشير مثلاً مفعل. نعم جايزي الشير، لأن الأكثر يقول غير مفعل. لا، هذا كلاس بوينت، ضغطت على الفيديو الأول يظهر لي كل شيء، التثبيت من البداية إلى النهاية. تريد فيديو آخر تذهب إلى فيديو آخر. نعم لك هذا الفيديو، معناها عندما تثبت الأداة على كلاس بوينت، على الباوربوينت عفوا، تجد كل هذه الأقلام، يوضح لك كل الأقلام ما يحتويه والأقلام والألوان وكيف تثبيتها والعمل بها. ثم تضغط على السبورة، أنواع السبورات الموجودة، هناك ثلاثة سبورات تفاعلية وثلاثة سبورات عادية، عندك ستة سبورات ستبينه ذلك. هادية أستاذة هادية، واصل يا هادية. إذا نعود إلى القسم الآن. أعود إلى القسم وسأثبت سؤالا. أنا قلت تثبت الأداة PowerPoint. نعم، أنتم بس جاوبتوا. لحظات أستاذ، لا تعطينا الإجابة. حاضر. نعم، الجميع في القسم، مازال في قسم سيدتي جازية. سأعطيكم الوقت. بعد إذنك أستاذة، بعد إذنك أستاذة، راح من الكود بقى. تمام، بس سنعيده. ها هو 52248. القسم فيه 22 معنى. إذا ستختارون الإجابة، اختاروا الإجابة المناسبة. يمكن تثبيت الأداة على الوورد، على الباوربوينت، على الإكسل. تفضلوا، سأعطيكم إشارة الانطلاق. نعم، أنا بدوري سأجيب. نعم، الجميع يتسابقوا. نعم نعم، أحسنتم. هادية؟ هادية، افتحي الباوربوينت واستعدي. ما في انتظاركم. نعم. نعم. سفيناز، حاول الخروج والعودة من جديد للاجتماع. نعم. ربما هو إشكال نات يعني. هي لا، شير موجود والشاشة واضحة والحمد لله، اليوم مسهل الحمد لله يا هادية. الحمد لله. نعم، أنا لدي على الحاسوب وعلى الهاتف موجود الشير على الاثنين. تابعوا نفس الشيء معناها. في القسم 22 ودخلوا معي. يلا يا جماعة، أين أنتم؟ 17. هناك تفاعل لا بأس به الحمد لله. إن شاء الله الكل يحصلوا على شارة سكوتش سكول. هي سهلة الاستعمال. نعم نعم نعم، والذي يعرفه ويتقنها يغرم بها ولن يتركها ابدا. فقط تدريب مع 15 مدرس من ولايتك، من مدرستك، من العالم، من اصدقائك، من فريقك. 15 ويقع القيام بسكرين شوت. هذا هو اجابتهم. الجميع اجابوا الاجابه باء وهي الباوربوينت. نعم، يمكن ان نرى منهم اسمائهم.
يمكن اخذ سكرين شوت؟ نعم انا بدوري ساخذه. جد فتحي، نبيله، كوثر، سهام، نعم استاذه هاديه، استاذه جازيه، هند، سونيا، وفاء، مرحبا، احسنتم. لا داعي لله. اذا هناك ما ستفعل ذلك هاديه، ستضغط على الليدر وسنرى من كان الاسرع في فتح مستعد. يا هاديه هذا تدريب. في فتحي مستعد قاعد يتمرن. والله يا رب يسلم. صار لها بالتوفيق. على كل حال الحمد لله. الحمد لله. إذا سنواصل. ما عرفش مازال شنو مازال عندي. حضرت. هادي لك الكلمة تفضلي. لحظة. نعم هادي تفضلي. شكرا جزيلا. أيضا أقوم بتقاسم الشاشة. تفضلي حبيبتي. الآن معكم لحظة هادي لحظة لا تتقاسم الشاشة لحظة. هادي أقمي كما أنت. سأريهم كيف يخرجون من القسم. باهي؟ أنتم الآن في قسم أستاذة جازية. ستضغطون هنا على هذه الأيقونة وتخرجون ساين أوت. تنتظرون الكود الجديد للسيدة هادية. سنمدكم به وتدخلون بنفس الطريقة. الكود، الاسم والجوين. الآن الجميع يخرجوا من قسم السيدة جازية العبيدي. شكرا تلاميذي الأعزاء، كنتم فعلا رائعين. أحسنتم الكل. شكرا لك. أنا خرجت نعم أنا خرجت. أبقوا كما أنتم. ستكتبون الكود الذي سأمدكم به للسيدة هادية الرياحي وتكتبون اسم وجه. تفضلي هادية. إذا أتقاسم الشاشة. تفضلي. أنا خرجت من الشاشة نعم. وهذا ايضا يوريكم كيفاش يمكن تتعاملوا طبعا كاكثر من شخص ويكون تقديم ثنائي او ثلاثي يمكن ذلك بسهوله. هل هناك الشاشه الان جاهزه؟ هادي تفضلي. الحمد لله. انا وهادي كل عملنا نعمل مع بعضنا معناها عملنا دائما تشارك والحمد لله. طيب الآن ستدخلون فصل جديد معي. بعد كده هيك نعم. لحظة فقط جازية. إذا ترون هنا كلاس بوينت. سأختار نوع السؤال. عفوا إذا سأمر إلى الصفحة. الكود. لحظة. نعم لحظة فقط. طيب السؤال من أين تتابعوننا؟ وترون هنا سأنقر على وورد كلاود نوع السؤال يعني ترون هنا نمر إلى جانب تقريبا التطبيقي أحركها هذه حيث ما أريد. هنا ترون الوقت. طبعا لدينا عديد الخيارات. سأمنحكم 3 دقائق. لمن لم يكتب الاسم نعيد الآن الاسم واللقب والبلد باعتبار أن البعض من أصدقائنا لم يتمكن من في البداية من كتابة اسمي وبلدي. إذا الآن سنرى الكود. إذا ترون كود الفصل. سأكتبه هادية 52 581 5 8 1 5 2 5 8 1. نبقى في القسم ونكتب الكود وننطلق. أنا دخلت يا هادية. مرحبا. تسعة دخلوا معنا تفضلوا. هل أعطيتي خمسة اثنين خمسة ثمانية واحد. أوكي. نعم
اسمي موجود. طيب نعم اسمي موجود. يمكن أكثر من إجابة طبعا هنا. نعم كما قلت ذلك وضحت ذلك، يمكن اختيار أكثر من إجابة لكي تكون الورد كلاود مميز. مثلا مدرس ابتدائي، مدرس أعدادي، مدرس ثانوي. نعم يمكن أيضا أن نكتب حتى اسم المدرسة لملا. نعم نعم الرجاء الالتحاق بالقسم طبعا. الآن 13 التحقوا بنا. أين أنتم يا ونحن 27 متدرب. مرحبا تفضلوا. أو كلمن لم يكتب اسمه في البداية يكتبه الآن يعني. نعم. رجاء إغلاق المايك لو سمحتم. إغلاق المايك. صوت لو سمحت. إغلقوا المايكات لو سمحت. لو سمحتم إغلاق المايك. وترون كيفاش سحابة الكلمات تكون بالألوان جميلة رائعة، يعني تلامذة تعجبهم برشا ويتفاعلوا معاها بشكل كبير بشكل جميل جدا. يعني ترون الألوان هنا من الإمارات، سهام من فلسطين، إذا جزر العبيدي من تونس، سفيناس بثينة من تونس، من المغرب إذا فتح العداد من تونس، نبيلة من ثانوية سوها بشارة مرحلة أساسية. مرحبا بكم الكل. يلتحقوا بنا البقية الـ 21. لو سمحتم تفاعلوا معنا حتى نتواصل ونواصل هذا التدريب وتحصلون على المفاجآت. رأيتم إذا السؤال الأول سحابة الكلمات، كيف اخترت هذا النوع من السؤال؟ كيف وضعت الوقت؟ طبعاً كان القسم جيد، نحتفظ بدقيقة ولا دقيقتين حسب إمكانيات وقدرات التلاميذ. هناك قسم متوسط، قسم ممتاز، قسم محدود يعني النشاط، ولدينا هنا الوقت يمكن أن أضيف حسب الإجابات. مثلاً ألاحظ أن عدد التلامذة 23 وللتحقوا فقط 17 قليل، نزيدهم 15 ثانية مش نسمح للبقية بالالتحاق. أصبحت 18 الآن وهكذا. أين أنت محمد؟ أين أنت علي؟ فاطمة لماذا لم تشاركي؟ خديجة التحقي بالفصل. مريم هلا النت عندي بطيء، ممكن فرصة؟ أضيف كذا بالنسبة كلاس بوينت تطلب النت القوية راهي، هذه ملاحظة هامة هادية. نعم تطلب النت القوية بالنسبة كلاس بوينت هادي. نعم هادي مري نعم. إذا سأحتفظ بهذه الإجابات وأنا بدوري سأخذ شريحة. هنا insert result as slide حتى أعود إليها بعد ذلك وتنوريها لكم بعد الكل. ترونها هنا على الصفحة كاملة هكا الإجابات الكل. طيب أنا نحب نعرف الأسماء اللي شاركوا معايا في الإجابات في القسم وحتى لم يجيبوا. ترون فصلنا فيه الآن 23 تقريبا، عدنا وصلنا للعدد تلامذة بالمجاني 25. خذوا سكرين شوت هنا بأسمائكم، واللي طبعا مازال ما نجمش يلتحق بالكود ينجم ياخذ بالكلاس كود هذا كود كيير ويلتحق. يمكن حتى ترسلوه لأصدقائكم، احنا عندنا 30 كود اذا ماذا بينا نعطيهم الكل الليله لأصدقائنا. طيب ماذا ايضا
أنا نحب بالذات نستدعي بعض التلامذة دون غيرهم. عندي تلامذة خجولين باش نحاول نستدعيهم بالاسم، ولن أعرف الأسماء طبعاً، سأنقر هنا. هذا جميل. بثينة تفضل جاوب. أحسنتي، أبدعتي، ممتاز. هنا سي فتحي الحداد، كنت الأول في الجزء الأول، إن شاء الله تحافظ على هذه الرتبة لتحصل على 3 أشهر. نمر. رحمة من تونس، أهلا وسهلا، حاول تشارك في المسابقة يا رحمة. رأيتم الآن هذا انضاف الآن، لأن أصبح أنا شارك 24. أنا شاركت. نعم. أبش نحط لكل الأسماء حتى لا يغضب أحد. ابتسام مرحبا، أستاذة كوثر، للا جازية، أستاذ الحبيب، سفيناز مرحبا، موجودة سفيناز. إذا سميرة مرحبا، يسرى، سهام، محمد علي حشيري تلميذي التحق، زارة تلميذي التحقت، سونيا، إذا وفاء، هادية رياحي من فلسطين، الأستاذة وفاء مرحبا، سي أحمد بوصندل تلميذي، معاد أيوب مرحبا، شادية مرحبا، أحمد بوصندل. إذا تراو بعض من تلامذتي التحقوا بالفصل، حياهم الكل مرحبا. طبعا بيهم كلهم باسمي خاطر متعودين الحقيقة أنا بالعمل على هذه الأداة. طيب أنا استدعيت من أريد، احتفظت بهذه الإشارات. أريد أنا أرسلت هناك لحظات أستاذة، هناك سؤال إذا كان لم يظهر اسمك، هناك سؤال آخر الآن سيظهر اسمك. تلتحقي بالشاء الله بالقسم. طيب رأيتم هنا الكلاس بوينت الكل، كيفاش أنا النجم نرجع لها وناخذ بكل المشاركات متاعكم. تراوا هنا إذا أجزاء متاع العمل متاعنا هاوسينا إحنا هنا، عفوا ما السؤال مباشرة الآن، تعديوا للسؤال الموالي. كلاس بوينت في كلمات طبعا، وسأعود هنا لأني أمامكم باش نوريكم كيفاش نجاوبوا أيضا. لا لحظة هادية، مش كيفاش نجاوبوا، كيف أنجز سؤال. أي طبعا. نعم نعود إلى هنا الوورد، هاو تراو هنا يعطيني التوقيت. Start question with slide. نعم. Limit number of submission. لا لن أحدد الأجوبة. الوقت دقيقتين، سأمنح أكثر وقت لضيوفنا العرب اللي عندهم إشكال مع النت، أو نحركها أنا هذه حيث ما أريد، يعني أضعها ترون هنا، ثم أنزل في الأسفل ترون هنا الكأس، سأنقر على الكأس لتفعيل السلايد. نعم تفضلوا الآن بالإجابات. كلاس بوينت في كلمات، إذن حسب ما رأيناه في الجانب النظري، أداة تفاعلية تشاركية سهلة الاستعمال تتيح للتلميذ الخجول التواصل، سهلة التواصل مع التلميذ، تنشط أيضاً أن يكون فيها التشارك عبر المدرسة عبر الوطن وعبر العالم، يعني يمكن يكون من ضيوفك من كل دول العالم، تنشط المجموعة، تقوم بعملية تنشيطية. نعم ترون الإجابات كم هي جميلة ورائعة والألوان، يعني التطبيقة هذه ما خليت حتى مجال للنقاش، ورغم ذلك في كل مرة هما بصدد التحديث والإضافات، يعني دوما بشكل كبير برشا. أو تراو هنا باعتبار أنه أنا عندي البرو 26، لو كان مجاني فقط يكتفي ب 25، ما عادش يقبل تلامذة. نعم برو يقبل 200 مشارك، ولكن الآن باعتبار أحنا عنا البرو، باعتبارنا معلمين معتمدين، إذن عنا إمكانية قبول دوما 200 تلميذ وأكثر. أظن الأسبوع الماضي فما أستاذة منى أظن دخلوا معها في حصة 200 شخص إن شاء الله. أي نعم هي مباشرة ستدخل، ستصبح مدرب معتمد إن شاء الله، هي معلم معتمد، مدرب معتمد. نعم القسم في 26، من يصل إلى تدريب 200 أظن أو 150 أو 200 على مرتين 100 و100
يمكنه الحصول على شارة معلم معتمد. احنا بس نعطيكم كود بتاع شهر، حاولوا تعملوا فيه أكثر من تدريب بالحصول على أكبر عدد ممكن من المتدربين. وسندعمهم بحول الله طبعاً. الدعم الكلي طبعاً لكل من يود القيام بتدريبات نحن معه. القسم في 26 والتحقوا معنا، التحقوا بناس 22 هايل جداً. نعم. نعم. وتسمعوا الآن في الموسيقى هنا. يمكن أن أضيف الموسيقىكم كما يمكن أن أتخلص من الموسيقى، ولكن طبعاً هي تساعد التلميذ على الإجابة. إذن تنشط القسم، مثير الانتباه، تفاعلية ممتعة، أداة تفاعلية رائعة، مدهشة، أداة تفاعلية رائعة، ثواني وسائل الاستعمال، تطبيقة مجانية، لا مجانية يعني نعم تستعملها فقط مع 25. المجاني يتيح لك التعامل مع 25 شخص. تكفي يا هادي بالنسبة للقسم في 25 تلميذ، تكفي بالنسبة لا تكفي. نعم نعم، إذا احتفظ بهذه. التدريب الضيق تكفي. نعم نعم. إذا كالعادة هنا هاكي نرجع هنا إلى الأسماء، ترى فما أسماء جديدة انضافت مغلقة. رأيتم أن هناك من انضاف إلى القسم لأنه لا تتيح لك استعادة الإجابة من نفس التلميذ أكثر من مرة، وهذا عادل يعني جيد. من شارك مرة يترك المجال لغيره. إذا سي فتحي معنا، التلميذة ليندا، هالة فاروق، مرحبا إبراهيم، مريم بوجنفة مرحبا، وأحمد بوسندل. إذا التحقوا بنا والعدد أصبح عنا 27. مرحبا بهم الكل. إذا أستاذة رضوى أنور عندها سؤال. ممتاز. الآن ترون أيضا هند، نبيلة، سفيناز، لحبيب، كوثر، سميرة، رحمة، ابتسام، محمد، يسرى، سيام. كنا أستاذ جمال نترك الأسئلة في آخر الحصة. نعم. أين أنت يا جازية؟ غير موجودة بالفصل يا جازية. لا لا شاركت في هادي. أنت هنا. نعم. إذا ترون أن الفصل يعني الكل موجود، كما قلنا إذا كان عندنا إشكال مع التلامذة نبعث لهم QR كود مباشرة، يدخل بالQR كود يجد نفسه إن شاء الله في الفصل. نعود إذا وعن جازي يقول هل يخفى القمر لهذه؟ طبعا نعم نعم، فقط أمزحها لأنها بصدد الحديث. ولن أتأخر عن توأمي. إذن أعود إلى الكلاس بوينت. ترون هنا إذن للشرائح. نعم للشرح الآن سأعود. ترون الشرائح انضافت في مجموعتي، سأواصل شرح. نعم إذن يمكنك المتابعة هنا بعد التثبيت. طبعاً هنا ترون الشارة ها هنا، وهنا طبعاً سيكون اسمك. يمكنك المتابعة لإنشاء حسابك المجاني من العلامة الموجودة ها هنا. طيب هذه الخانات الموجودة، أدوات وإعدادات يمكن استعمالها. إذن تراو هنا عندنا مجموعة أقلام، توراها كيفاش يمكن أنت تستعملها، والتلميذ أيضا يمكن أن يستعمل هذه الأقلام. هناك السبورة، وسترى هناك عدد من السبورات. هناك طبعا أنواع الأسئلة، Multiple Choice، Word Cloud، هذا قامت به جازية، Word Cloud، Short Answer أيضا إجابة قصيرة، Slide Drawing سترسمون معي، Upload Image ستجلبون صورة من الحاسوب، ثم هنا شير كوم بي دي اف، بعد ما تقوم بالعمل متاعك تتقاسمه في شكل بي دي اف وترسل التلامذة. كما رأيتم هنا نستعمل هذه الخانة ليدر بورد لنحصل على 3 فايزين إن شاء الله بثلاثة أشهر مجانية، يعني تكون لهم 4. هنا طبعا يمكن التواصل مع هذه الأداة، وهناك مشرفين على الصفحة في كل تواصل يجيبونك في أي وقت، يعني لا بقل على المتدرب حين يسأل تجدون الإجابة. أظن هذه أصبحت في كل التطبيقات تقريبا. من هنا تكون البداية.
فيدباك طبعا تعود. نمر إلى الشارة الموالية. إذن الشريحة الموالية عفوا. نعم لبدء استخدام كلاس بوينت ما عليك سوى النقر فوق رمز البدء و get started. وهنا فما مقاطع الفيديو ممكن متابعتها من خلال هذه الشارة مثل ما وراتكم جاهزية تدخلوا وتراهم الشارات لكل كل عمل الأسئلة الوايت بيرد الأقلام كل شيء موجود مشروح في شكل فيديو. طبعا يمكن مشاهدة هذه الفيديوهات والعمل بعد ذلك. هنا يعني الأقلام طبعا لحظة هذه كل جزئية وحدها الأقلام وحدها السبورات وحدها الأسئلة وحدها معناها هناك جزئيات ستقفون عليها. نعم تفضلي هادية اعتذروا. نعم إذا يوفر كلاس بوينت مجموعة من الأقلام ويمكن تغيير لونها حسب الحاجة طبعا أنت واللون اللي أنت بحاجة ليه سوراو هذا مباشرة بعد قليل. هنا السبورة أمر عفوا هنا مثلا الأقلام إذا هنا ترون الأقلام مجموعة الأقلام مثلا هذا القلم سأجعله قلم أسود سينذاف لي في الأسفل سأخذ هذا القلم وسأغيره سأجعله قلم أحمر. واضح جازية؟ نعم هادي واصلي. هذا القلم مثلا سأجعله أصفر و طبعا بعد قليل حين أستعمل الكود سترون كيفية استعمال هذه الأقلام. طيب هنا السبورة سأنقرها هنا الوايت بيرد. طيب ترون هنا ثلاث نقاط يعطيني سبورة اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. إذا ما هي إمكانيات هذه السبورة؟ يمكن أن تكون بيضاء سبورة بيضاء وغير سبورة سوداء أجعلها في شكل صفحة بها سطور. واضح جازية؟ واضح يا هادي. نعم أتابعك. ربما يمكنني أن أخذ صورة من حاسوبي. إذا مثلا هذه واحدة من التدريبات ترون هنا يطلب مني العنوان أكتب إذا رياحي بالعربي. إذا هادية رياحي مثلا درس جغرافيا هنا مثلا تونس مصر فلسطين الأردن كما تريد. طبعا نفس الشيء كل صفحة use current slide مثلا يمكن أن أخذ سلايد من التي أستعملها الآن ترون هي خرجت سلايد موجودة عندي. إذا مثلا سأضع تونس على سبيل المثال تاريخ جغرافيا فرنسية حساب وهكذا. طبعا كل هذه السبورات يمكن أن تضع عليها بعض الأعمال وتعود إليها متى أردت استعمالها. طبعا كل حسب الحاجة للدرس الذي ستنجزه. طبعا نعم تضع الصورة تضع العنوان ويمكن أن تغير. طبعا يمكن أن تستعمل أكثر من سبورة كما ترون هذا جيد جدا استعمال السبورة. رأينا إذن نعم هنا إذا تظهر السبورات في عدد ستة سبورات ثلاثة افتراضية وثلاثة يتم اختيارها حسب الحاجة. طبعا يمكن تشرح مثلا عملية وهكذا تعود لهذا العمل حسب الحاجة. نمر بعد ذلك أنواع الأسئلة. احنا شفنا ديجا سحابة الكلمات شفنا الإجابة القصيرة اختيار من متعدد. سنمر إلى رسم صورة وتحميل صورة. ها هي هنا سلايد دروينج إيماج أبلود. إذا أنا باش نمروا لهم الآن الإجابة الأولى كالعادة أذهب هنا لأختار نوع الإجابة حمل صورة تمثلك. إذا أبلود إيماج ترونها هنا في هذه الخانة. واضح جازية؟ واضح يا هدي. نعم نعم إذا تحمل صورة تمثلك يعني بلدك علمك
ما تريد صورة من فلسطين؟ من حاسوبك تدريب معنا كما تريد يعني؟ إذن كالعادة ننقر هنا، ترون هنا هذا الكأس حتى تمر إلى الإجابة. الكل يعود إذن إلى الفصل ويرسل صورة. لدينا 27 شخص معنا. إذن يضغطون على كليك تو تشوز إيماج ويختارون الصورة التي يريدونها ويتفضلوا. نعم، إذن هذا طبعا يمكن أن تكون مثلا أنا أستعمل هذه الفترة لسكري دلا ناتور، أسرار الطبيعة. يمكن أن أطلب من التلميذ أن يحمل بعض الصور من عنده، ثم بعد ذلك يبدأ عنده الصور. وقت نطلب أنا تحميل صورة أن يضعها. نعم. هذا تلميذي أحمد بوسندل. سفيناز مرحبا. لحظة يا هادي، بالنسبة للتصوير يمكن أن تتحكم فيها معناها كما تريد. نعم، رحمة إذن إينوبلي. هل وصلت صورتي سيدتي؟ ليس بعد، نعم جايزة لحظة. إذن وصلت. هذه أيضا آلاف المعلمين حول العالم يستخدمون كلاس بايت، وترون جايزة وترون هادية. يعني في فريق كلاس بايت أصبحنا يعني لنا باعا وذراع. الحمد لله يا ربي. نبيلة قهوة، نعم الوقت نعم. ما زلنا ننتظر الإجابات، 10 فقط التحقوا. الكل يجب أن يضع صورة. يلا نحن بانتظار صور. القسم 27 نعم تفضلوا. كم هو جميل يعني التفاعل على كلاس بوينتس. نضاف تلميذ آخر 28، إذا داخل الفصل الآن. مرحبا بكل الحضور، طبعا دائما نرحب بهم، لأن فعلا هذه هناك تعليق أعجبني سأقرأه على الجميع. الأستاذة نعم. سفيناز قالت والله ما شاء الله أمرين. شكرا يا حبيبتي. شكرا عايشك. يلا نتفاعلوا الناس الكل، 12 فقط، قليل قليل، نريد الكل يعني أن يشارك الآن بالصورة. لأن هذه أبلود تدخل على الحاسوب وتاخذ صورة يعني. نعم، ياخذ وقت هادية، أعطيهم الوقت. نعم. نعم، أوكي زدتم الوقت، نعم نحن في انتظار. أوكي وريناهم تقريبا كل شيء، بالعمل سهل على هذه التطبيقة. نعم. والمعلم الشاطر والأستاذ الشاطر هو الذي يشكل هذه الأداة حسب درسه طبعا في القسم. نعم. نعم. مثلا كما قلت مثلا محور الطفولة يمكن أن نقدم صور حول الطفولة، محور الأرض مثلا يوم الأرض تكون كل الصور على يوم الأرض، فلسطين يوم فلسطين مثلا، حسب الموضوع يكون محتوى الصور. وهذا جميل جدا يعني. مش فلسطين حسب القسم، مثلا عندي أعداد من 0 ل 500 باش نقريهم سنتين. يا جازية حول التدريبات، لا يعني فقط نحن مستدربات في الفصل، ولكن أيضا مع أصدقائنا باش ندربوا نحصلوا على الشارات. نعم أفهم ذلك، حتى في القسم سهلة الاستعمال. نعم. إذا الورود وال جود جوب، شكرا، نحن بانتظار البقية. يلا إذا هناك ما زال لم يرسل الصور. أنا هادي أنا ضغطت على الصورة لكن يخرجني الفصل. كيف نضغط على الصورة يخرجني؟ لحظة انزل، انزل عليها حتى تطلع أبلود حتى تمر الصورة. لحظة هيدي ما فهمتي سؤالك. عندما تضغطين على الصورة يخرجك من فاس بوينت ويهزك الحاسوبك باش تحملي تصويرة. صح. لا نعم. يخرجني من الفصل. من الفصل اي تخرجي من الفصل تمشي للحاسوب نتاعك. مشيت للحاسوب خذيت صورة ضغطت عليها، بعد ما نضغط عليها بنحملها يخرج من الفصل النهائي، يطلب مني كود الفصل. إذا عودي من جديد، ما زال عندك الوقت، عودي من جديد للفصل. نعم هاني سأكتب الكود 52581. أنا رجعت أخت جازية أتصور حتى الكونكسيون عندها دور في مثل هذا الوقت في تونس. تطلب نت قوية.
هذا شرطها الوحيد كلاس بوينت تطلب بنات قوية. أول أنا فرجي أنا نستخدم في التليفون مش الكمبيوتر. أي تليفون بإمكانك شيء أسهل بالتليفون. نعم التليفون أسهل. أنا نضغط، أنا نضغط على الصورة، نضغط على جيني كلمة يلغى أو يتأكد، نضغط عليها ما فيش فايدة. أنا أعيد معك إذا لحظة. 5 2 5 8 1 كتبته هو. أعود ندخل أنا الفصل من جديد. يقول لي اختاري صورة. إذا اخترت صورة. يطلب تحديد الصورة. نعم. هناك في الأسفل confirm. أنقر على confirm لتصل الصورة. يقول لي نعم تم إرسال الصورة الآن. إذن كوثر مرحبا، مريم مرحبا، تلميذتي، إذن بثينة مرحبا، أحمد بوسندل، هذا مبدع أحمد بوسندل، ها هي صورتي أرسلتها الآن. يلا 21 ما زالوا 7 لم يلتحقوا 6 7 هذه أعيد الكود 52 581 581 أنا بدوري أعدت الدخول لكي أضع صورة أخرى. تفضلي. نعم. لا قال لي صحيح عملت صورة. أدخلي من الحاسوب إن كنت دخلتي من الهاتف. أنا يكون الكود غلط. لا 5 2 5 8 1 يعني. بلاي أخت هادية سؤال على الطاير. نعم. هل يمكن استعمال نفس الحساب بنفس الاسم في الحاسوب وفي الهاتف؟ نعم طبعا. لا يتغير العدد معناها يبقى هو بدو. لا ما تنجمش تقدم كلاس بوينت على الهاتف. يمكن ان تتواصل مع الفصل. المشاركه في المباشر الان مثل ما يفعلون. لا تشارك بزوز، يمكن تشارك باثنين، يعني تغير الأداة يمكن تكون عندك مشاركة ثانية. نعم أنا شاركت بالاثنين. نعم وبنفس الاسم. جازية لا مش بنفس الاسم. لا أيوة أنا بدي مثلا جازية في الآخر العبيدي وهكذا يعني تغير. نعم تغير الاسم. نعم واضح شكرا. ولكن يمكن أن تضع الاسم مرتين أيضا، يوجد هذا ممكن. لم تصل بعد جازية إجابتك الثانية؟ لا لأني وضعت نفس الاسم يا هادي. أنت أغلقتي خلاص. نعم الآن أغلق. نعم إذا حاولت ما فيش فايدة. أحتفظ بالإجابة. ما زال عندنا سؤال آخر وهي ما زال راه. أنا عندي مشكلة في اللابتوب لذلك استخدمت التليفون. لا إشكال. نعم إذا أنسرت ريزلت Save to review. طبعا هنا تراو معك الإجابات الكل واحدة واحدة كلهم باسمه. طبعا هنا مثلا سأستعمل هذه مثلا لحظة ترون هنا هذه الرياحي وهذه جازية العبيدي. ترون هنا تحب أن نوري التلميذ حاجة معينة مثلا آلاف. ترون هنا شكل جيد جميل. ترون ما أنا بصدد التحريكة. نعم هذه هذه الأداة تتعاونك باش تتواصل يعني باش تكتب باش توري حاجة تركز عليها أكثر من غيرها. هنا مثلا نحب نحط قولكم ها هي جازية. إذا أضعه هكذا مثلا هذا الحرف هذا الشكل هذه الكلمة هذه الصورة
وتختار اللون الذي تريده بالأقلام يا هادية. نعم طبعا. بعدين حابة أفسخ ما وضعته فأقوم بالفسخ. تراو قديش جميلة هذه الأداة. ممكن هنا نضيف وايت بيرد مثلا، هنا مثلا نحب نضيف حلم يا الأولاد، ها هي الصورة هذه الآن باش نعتمدوها، أو هذه الصفحة أو هذه. تراو أنا في نفس الوقت يعني كيفية الرجوع إلى هذه الوسائل البيداغوجية الجميلة. طبعا هناك العادة نجم نرجع للأسماء ونراو كان فما شكون التحق بينا من جديد. هيا ونضاف لنا شكون، جازية العبيدي، شادي عبد الكريم، جازية مرة أخرى، هناء، أو تراو الأسماء من جديد عادت إلينا. جازية؟ وي أي تسمعينني؟ طبعا. وهناك تقاسم للشاشة؟ نعم يا جي نعم. إذا الكل يأخذ سكرين شوت باسمه. نعم موجودة. إذا تراو الأقلام كيفاش نجمو نستعملوها؟ كيما شفنا مثلا هاو نعاود نهز أقلام منهم، مثلا قول جايز يا العبيدي مثلا هنا، أو كأخفيت الاسم هنا مثلا ناخو هذي ونقول حاجتي بهنا عفوا. إذا وهكذا طبعا يمكن اعتماد كل هذه الإشارات. أغلق هذه الصفحة. إذا نمر تراو أن أعمالكم الكل موجودة، تنجموا تاخذوا دي سكرين شوت كل واحد والصورة اللي حاطها متاعه. ونطلب من الجميع عدم المغادرة هذه لأن هناك مفاجآت تنتظرهم. نعم لأني لاحظت هناك من خرج. لا لا يخرجوا لأنه شهادات والكل ما زالت يعني الفايدة موجود. إذا تراو هنا كل الصور اللي أرسلتها، ها هي كنمرر لكم واحدة واحدة. ثم كالعادة نرجع نشوف شكون التحقوا بينا من جديد. هاهم كل واحد وثلاثين متسجلين الكل الآن تراوهم كلهم باسمه ولقبه كما تقول لنا خليفة. أو كسي فتحي أكثر من مرة اسمك موجود، جازية العبيدي أيضا موجودة أكثر من مرة، يسجل كل شيء، هذا فتح الحداد وهذا فتح الحداد. لأنا داخل بالحاسوب والهاتف مثلي نعم. أنا بالضبط نعم. نعم، إذا نمر إلى الأسئلة الموالية. أعود إلى الباوربوينت. نعم تراو الصور الكل هيك توجدوهم بعد موجودة عندكم مسجلة، يمكن العودة لها متى احتاجتم ذلك. يعني طيب. عمل التنفيذ نجده. نعم نجده. نعم إذا عبر عن شعورك برسم. إذا أترك السؤال الأخير في الآخر يا هادي. نعم رأيك في التدريب سأتركه للجائزة. الآن قلنا عبر عن شعورك برسم، إذا أخذنا إيماج أبلود، الآن سأخذ سلايد دروينج. أنقرها هنا على نوع السؤال، واضح جازية؟ نعم واضح هذه نعم ممتاز. إذا كالعادة هاو كنجم نحركوها هذه كيما نحبوا احنا حيث أريد أن أضعها يمكن وضعها. كالعادة أمر هنا يقول لي هل تريدين تحديد عدد؟ لا لا أترك الجميع الإجابة. أحيانا مثلا تريد فريق فقط أن يجيب، أنا أريد الإجابة من الجميع. أعطيكم ثلاث دقائق وسأرى إن كانت كافية. ونمر كالعادة في الأسفل ها هنا لنمر إلى الفصل كالعادة. عبر عن شعورك طبعا كل كما يريد. ويمكن استعمال الأقلام ألوان مختلفة. نعم أول حاجة يا هادية يضغطون على أوبن سلايد. نعم والله
لم تصل أي إجابة إلى حد الآن، ترون الصفر هنا. لأن الرسم يا هادية يتطلب وقت يا هادية، ولكن ستسينكم من عندي أنا الآن. نعم ننتظر. وصلتك رسمتي. إذا هناك رحمة أرسلت، الأستاذ الحداد أرسل. وأنا ستي أرسلت يا هادية. انتظروا إجابتك. نعم مرحبا سفيناز، وصلت الصورة. جميل يا هادية، ولا أرسلت. ستصل تباعا طبعا، ننتظر يا جازي. ستصل زهرة، سميرة أرسلت. نعم جازية. نعم هلا هلا. نعم وصلت الإجابات الجميلة، إجابات رائعة. شكرا مس هادية، وشكرا مس جازية. احنا زيدا بدوك الحب، الحب وأكثر. شكرا جزيلا لكم، عرض ممتع. انتم نعم نبيلة مرحبا ايضا. نحب الورد يعطيكم الصحة اذا، يسرى قلوب وازهار. احمد تلميذي محليك ولدي الغالي، محليك احسنت يا مولاي. قديش نفرح كي يتواجدوا معايا هكا في فرق عربية و يتدربوا معنا والحمد لله. أحمد لحظة، أحمد بثينة. أوه جميلة الصورة يا بثينة. بمعلمتك بأستاذتك يا أحمد، هنيئا لك يا ولدي. ممتاز، الكل أجاب يعني إجابات رائعة. ممتاز، نزيدوا شوية وقت باش يلتحقوا بينا البقية. هذا السؤال قبل الأخير. ماذا بيا الناس كل تكون عاملة إجابات وناخذوا لها سكرين شوت. كم وقت من جديد؟ كم وقت عزيز شريف؟ نعم كم الوقت؟ مازال عندك الوقت، حاول تجاوب. نعم مازال. حضرتك خصصتي كم وقت للشريحة دي؟ خصصت دقيقتين، ولكن أضفت من هنا، ترون هنا بالأزرق مثلا حسب الفصل، مثلا هناك اشكال نات كما قال الاستاذ فتحي، نضيف انا لتلامذتي بعد الوقت من هنا. ها كي ننقر تنضاف 15 ثانيه. كل شريط وقت اكبر، لان كل صوره نبعتها كانت بتحتاج تحميل في الوقت، فكانت بتبقى طبعا. نعم نضيف الوقت حسب الحاجه، حسب وليداتنا، حسب اصدقائنا كي يبداوا اساتذه جدد يتدربوا ما يعرفوش التطبيقة، طبيعي نعطيهم أكثر وقت. الماكس بتاع الشريحة كام؟ هل في ماكس للشريحة؟ لا ما فيش ماكس للوقت. نعم مسح الشريحة تقصدين فسخ الشريحة؟ لا يعني حضرتك بندي الفرصة كام دقيقة لكل شريحة؟ كما تقولي أنت تتحكمي في الوقت حسب وقت التدريب، حسب وقت التدريب، حسب وقت التلمذة، وحسب سرعة الإنترنت. نعم تمام شكرا هادية. أما أستاذ حبيب بصراحة نحب نقرأ له ما كتبه، قال بكل صدق معرفتكم والتواجد معكم متعة وشرف، والشرف لنا طبعا صديقي. نعم والأستاذة ختان كذلك كتبت شكرا لك، شكرا للجميع لأن هناك تفاعل جد إيجابي. مرحبا عليكم الكل، بالفعل والله شيء يثلج الصدر. نحن راح ندرب ونستمتعوا كثيرا بالتدريبات يعني فعلا ما نرقدوش في الليل كيف التدريب، ظل نحكي مع بعضنا، ظل ريتي هدي محلاها بريتي ولا بالحق كانت فين الصغار. المهم الإفادة وكهو والحمد لله. فعلا قد استفدنا كثيرا. مرحبا طبعا هنا مثلا انا باش ناخذ هذه نسجلها
كعمل فردي مثلا هنا، والا ناخذ سلايد الكل نسجلهم كما راينا هنا مثلا انسرت سلايد، ستسجل جميعها عندي. والان نستعد يا 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 حضورنا الكرام للمسابقه، شدوا احزمتكم. اذا سيف تو ريفيو، هاكا تراوها الكل الاجابات عندنا طبعا، ها هاكا تراوها كل شخص واجابته. ها باش نمرر لكم الكل اللي يحب يعمل سكرين شوت يضيفهم بعد للشهايد اللي باش ياخذهم ويهبطهم على صفحات كلاش بوينت الكل وعلى تويتر باش يتفاعلوا مع مجموعه كلاش بوينت. نعم هذه ويماركينا احنا زاده معناه طبعا ان شاء الله. مرت سريعا، نعود لك اين هي صورتك هذه. لا قلبي وعليها هاديه وجاهزه بس مش ناطق يعني مش ظاهره قوي. ليه خليها، خليني نعملها سكرين شوت. قبل دي لا هاي قبل احبكم. ايوه هي دي كاتبه استاذه هاديه واستاذه جاهزه والقلب. يا قلبي اشكركم. شكرا حبيبي. كل احنا زاد تراول في الاسفل هيك شادي عبد الكريم احبكم ونحن نبادلك نفس المشاعر. نبيله علي شكرا على الازهار وما هو اجمل ازهار، ازهار وقلب من يسرى شكرا صديقتي. يعني الكل تراو هيك. احمد بوساند التلميذي المبدع هيدي نعم. ما لاحظت هو ان الاستاذ جمال لم يشاركنا في القسم، لماذا سيدي الكريم؟ اه نعم دكتور جمال، لماذا سيدي الكريم لم تشاركنا ولم تدخل القاعة؟ فتح اللاب واللاب عليه المحاضرة. اه طيب اذا الكل بثينة هيك وفاء بلا بثينة الكل ياخذ سكرين شوت للعمل نتاعو. وفاء حباشي استاذ الحبيب جايز هنا فقط مررت لم تتمكن من نعم عندي سلايد اخر نعم اذا هنا هذا شادي مهران رائعه كل الشكر لكما يا رائعتين شكرا جزيلا من فلسطين هذه تعز بينا برشا هذه التحيه توأم تونس احلى فريق استاذه كوثر مرحبا بك اختي الغاليه سونيا نعم هادي وهذا القلب نعم شكرا مريم تلميذتي شكرا ابتسام من ليبيا مرحبا ونجوم وروعة إذا أستاذ فتحي شكرا جزيلا هند دغمان صافي ناز هنا مثلا أنت باش تحط كل تلميذ تشكروا متسالش راهو كي ناخذوا من وقتهم باش نوريهم كل واحد ورسمه يعني احنا أساتذة كي بدينا نفرحوا كي نراو أسماء نتاعنا ونعملوا سكرين شوت فما بالك بالتلميذ يعني كل حب توأم تونس اترك الشريحة هذه، نعم هذه اتركيها حتى اخذوا لها، نعم هذه شريحة أنا يا هادية. نعم جزيلا. فاروق إبراهيم مرحبا أيضا، هلا فاروق إبراهيم، يعني شادي عبد الكريم إذا، ونرجع نشوفوا شكون التحقوا بالقسم من جديد، ديما نذكروا مثلا أنا عندي التلامذة ما بحضروش ولا راهم بطيئين. هاكا نضافوا لي في الاسفل مريم السعيداني مرحبا بها تلميذتي ايضا يعطيهم الصحه ويبارك فيهم اولادي انا فخوره بهم الكل. هيدا نعم. نمر الان الى المسابقه لان سنريهم كيف يعاملون الفورم. بل نعم. المسابقه جازيه خلينا نعطيهم الشرائح الكل يعملوا سكرين شوت الان بل نعم. المسابقه خاطر من بعد باش نحطوا لهم الفورم والمسابقه ويتلهوا في الفورم ما ياخذوش سكرين شوت. اذا هاكم تراو الشرائح الكل استعملتها. لحظه هذه الشرائح التي استعملتيها وكذلك شرائح تقديم التدريب موجوده. نعم كل الشرائح يعني الموجوده وخاصه اللي تفاعلت انا معاها البقيه عند جيزي طبعا كل واحد ومشهور. نعم الكل تاخذوها سكرين شوت هبطوها في أسماءكم وهذا دعم ليكم بطبيعة في الملف حتى تعملوها في فيديو وتهبطوها على اليوتيوب تاخذوه كرابط تدعموا به ملفكم
أو كان أعطوكم أسرار الخدمة الكل. وهذا كلمة هادية. بارك الله فيكم. لا خليهم نعطيهم احنا نسمى علينا الكرم وتدريبنا ديما كامل شامل ما نخبيه حتى شيء على متدربينا. مميزات فعلا. وأنا يعني هادي وأنا بدوري سأرسل لهم عبر الشات سكرين شوت لما قمت به. نعم جيد. أو تراب أسماءكم الكل هنا وتاخذوا حتى كفكرة لأعمالكم بعد ذلك مع تلامذتكم يعني ومع تدريباتكم من أصدقائنا الأساتذة والزملاء، وأي واحد يعمل باوربوينت ينجم يعدينا ونراو معاه ونصلحوا معاه في اجتماع بالتيمز ولا اللي يحب هو ونتفاعلوا مع بعضنا. تراو عدد الشرائح كيفاش أصبح بالمئات. إذن نعود الآن يلا نمشيو للسؤال من كان الأسرع. طبعا هنا رأيكم ما يهمنا جدا ولكن نمشيو للأسرع الآن. الجوائز نتاع شكون الأولانيين الثلاثة اللي باش ياخذوا ثلاثة أشهر ليهم معناها رأي المهم من كان الأسرع. أما قول رأيك بصراحة. طيب رأيك في التدريب متوسط جيد ولا ممتاز؟ مشاو هنا نحطوا الليدر تراوها هنا. أولا باش نحطوا الإجابة multiple choice أنا هي الإجابة الصحيحة اللي تحبها أنت طبعا. وهنا باش نحطوا هذا board leader. فعلوها باش نعرفوا شكون كان الأسرع. إذا نعطيكم الوقت وما تستحقش برشا وقت لمحالة. نمر إذن multiple choice. إذن أشدوا أحزمتكم من كان الأسرع. نبداو. نعم التشويق يا هادية. نعم يلا أسرع من هذا لا يمكن يعني. أسرع إجابات رأيتها في حياتي يعني. ما تزيديش وقتي هادي، عطيتي وقت ياسر هادي. لا لا لن أضيف وقت. أنت أعطيتي خيارات ألف باء جيم دال أنا درج يعني على أساس إنها ثلاثة هي جيم. معقولة كلها يعني لا إشكال. إحنا باش نشوفوا الأسرع الآن مش الإجابة الصحيحة. تمام. من كان الأسرع؟ ظهر لي أنا الأسرع يا هادية. طبعا ليس لديك الحق أنت اللي بعدك يا أخو جايزتك. تأهديها. فتحي هو الأسرع أقسم بها. أسمع صدقيني فتحي هو الأسرع. لا نمر إذا كان أنت موجودة نتركنا يعني اللي بعدك يا أخو هال نعم الترتيب الستة الأوائل نشوف شكون يعني اللي كانوا ثلاثة الأوائل من بين الستة باش يكون عندهم أكواد يرسلوني على الخاص عندهم أكواد بثلاثة أشهر إن شاء الله. أنا عندي البرو عاد ما نستحقش الأكواد. جايز يبعث لك الفورم بعد قليل حط الفورم باش يعبروه تنوريهم أنا كيفاش نعمروا الفورم. نعم أنت نعم. طبعا بعيدا عن السؤال أنتم ممتازين 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 لكن حضرتك قلت السرعة في الأداء. السرعة هنا السرعة. تمام. هو
شكرا شكرا على القلوب وهذه الايادي، شكرا جزيلا، يعني اسعدتمونا بالتواجد معنا، يعني والله العظيم فعلا فعلا انا سعيده بكم جدا. وانا كذلك يا هاديه سعيده كثير. حققنا رقم قياسي ايضا في عدد الحضور اليوم 32 بحضور تلامذتي ايضا مع الاستاذ جمال. نعم هكذا استاذ جمال، اليوم الرقم يعني ممتاز. المشكله مقبول ان شاء الله كل مره يزيد العدد يبقى ان شاء الله يا رب. نشكركم اكثر من رائعين، شكرا لكم أنتم وجودكم هو الاروع. سيف تو ريفيو اي هي يعطينا من الاسرع عايش قطعه هل اسرع عليه is computation data. لا تهم، سنعود الى سؤال ثاني لل إجابة عليه. لا أعرف ما الإشكال هنا. بإمكانك إعادة السؤال يا هدي، نريد الأسرع فقط نحن. نعيد السؤال إذن. لماذا لم تمر يعني ليتر دات؟ أعود من جديد للسؤال. إذن وضعنا multiple choice one. طيب نضع لتر. There is no composition. هنا جيد. يجب أن نتعلم يعني التفاصيل الcomputation. هنا يجب أن أضع computation mode. نعم. مثلا الإجابة ب أو الإجابة A وB. طيب الإجابة A مثلا. ترون هنا حين لم أضع الإجابة computation mode لا تعطيني ذلك العمل في النهاية. نعيد إذن من جديد. هذه وضعت الإجابة واحد معناها، ردوا بالكم. ماذا هناك؟ لحظة أعطينا إشارة الانطلاق ونقص في التوقيت يا هادي إذا كان ما زلتي. طيب النقص في التوقيت. إذا multiple choice قلنا إذا leader. سنعود الآن لحظة فقط. هاني ظهرت هادية. نعم. نعم وصل. فاروق يسرى ولا حبيب. فلا هل نعم. إذا من كان الأسرع؟ عندنا هالة عندها 3 أشهر، يسرى 3 أشهر، ولا حبيب. وهنا تراو أن يسرى مثلا كانت الأسرع ولم تجب الإجابة الصحيحة ولكنها تحصلت على الجائزة. أنا لم تخرج لي الصورة ما شفتنيش. نعم أنا تدا ما جيتنيش. شنية؟ ما جيتناش السؤال ما جاناش. هي لم تعد من الإجابة كان الأسرع في الإجابة هو من تسجل اسمه. يعني نعود السؤال، تحبوا تعودوا؟ هادي عندي سؤال يا هادي. السؤال أصلا لأن الجميع تتهادي أول مرة بيطلع حظي. خلي معكي، خليني يسرى. حلال عليها، حلال عليها. نخليه لما أو اسمع احنا كلنا عندنا نهار مجاني. نخلي الاستاذه هالة ويسرى فرحانه بال3 أشهر. والاستاذ لحبيب اول مره يظهرني. اول مره بشي بطلع لي حظ معكم. مسكينة مبارك. مبارك اذا برضا الجميع يا جماعه موافقين. انا راضيه ابتسام راضيه. استاذ فتحي موافقه؟ استاذ فتحي خرج. استاذ فتحي غضب ظهر لي. لا اظنه غاد، ربما نيت يعني. ربما هيجي. لو سمحت على كل حال انا لا ولن اغضب ابدا
يكفي وجود جازية ويكفي وجود هادية. ومبروك للفائز بكل صدق. لحظة سي فتحي، أنا غضبت في بلاستك، ما نكذبش عليك، أنا غضبت في بلاستك. لا لا ما نغضبوش، لا لا بالعكس، مادام هادية وجازية موجودين لاباس، كل شيء بالبركة للفائز. على الجائزة من قبل يعني أستاذ فتحي، إذا شكرا جزيلا. هاي توا يا جازية هبط لهم الرابط، خلينا نعمر الرابط أيضا. لحظة يا جماعة، رابط الشهادة. لحظة، رابط الشهادة سأرسله على الشات والجميع يتابعوا الأستاذة هادية. باش نعمروه مرتين، باش تجيكم شهادة باسم هادية الرياحي من سنغافورة مباشرة، وشهادة باسم جازية العبيدي. ثم عندنا ثلاث شهادة ثالثة من الأستاذ الدكتور جمال تخص تدريبات الحصة اليوم. وفي النهاية، لحظة هذه، وفي النهاية سنعطيهم كود الشهر مجاني، مش الآن، عندما يقع تعمير الفورم. نعم، إذا تفضلي هادية. أفتح الفورم الآن. الشات عندي مغلق، الشات عندي مغلق. شكون تبعني ومن بعد نبعث لك أنا على الخاص. أوكي. أنا نعم، هادية تفضلي. اللي نجم يراسل جازية ما تسألش، ابعث مع جازية، تبعوا معايا الناس كلها. نعم، ننقر هنا التاريخ اليوم يعني 17. De quel pays vient votre formateur؟ محليها هذية من أي بلد المكون اللي معاك؟ تونس. وانا فرحانة بها باش نجبدها الآن بسعادة، والله العظيم فرحانة. هاي تونيزيا باهي هادي من تونس، وبعدين عنا تمر بعد قليل من تونس. يقول لك شكون؟ جازية العبيدي، هادي ريح، ومعنا ايضا الاستاذه وهيبه بن عجمي عمر معنا. باش نعمر انا باسمي، اذا نبداو ريحي هادي. وانا نضغط باسمي جازية العبيدي. نعم، اذا تبداو الناس الكل تعمروا الاولانيه باسم هادي ريحي الناس الكل، ثم نعودوا باش نعمروا باسم جازية. نفس الفورم هو. تبع معاهم جازية في الشات، الكل يتابع؟ نعم هادي، نعم أنا بدي نعمر، راني عمرت اسم هادي الرياحي ونعمر. ممتاز باهي. ثم يقولوا لك اسمك أنت، يعني اللي مشارك في التدريب اليوم، ايش اسمك أنت؟ إذا الذي سيظهر في الشهادة، تطلع في الشهادة نتاعك. نعم هادية الرياحي. الإيميل يقولوا لك بعد ذلك، ضع الإيميل حتى باش تجيك الشهادة الآن مباشرة على الإيميل. نعم. سمحت الاسم بالعربية لازم. تلي بالفرنسية بالإنجليزية كما تريدي. شكرا. تلي كل اللغات، استعمل اللي تحب. تلي عمرنا بالاسم. نعم. عمرنا الإيميل. الكل مع بعضنا، اسم المدرسة، مدرستك. إذن وضعنا الاسم، الإيميل، المدرسة. أنا باش نحط كوليج كما تريد، يعني بأي لغة تحبها أنت. كوليج منزل عب الرحمن ديزرت تونيزيا. إذا أنا مدرستي في مدينة بنزرت في منطقة مزل عبد الرحمن، هي كلها تفتح البحر الأبيض المتوسط. طيب هنا يطلب مني إن كان هناك إيميل خاص بالمدرسة، أضع إيميلي الخاص مثلا هنا، لا إشكال. الكل يتابع جازية؟ نعم نعم، الجميع يتابع والجميع متفاعل إيجابيا. طيب الدولة، من أي دولة أنت؟ أستاذة هادية. نعم. بالنسبة للمدرب نضغط على اثنين ولا على واحد؟ استاذ جازية على واحد وبعد على
واحد. لا توا نبداو على ريحي مع بعض ثم نعود الى جازيه باش نبداو ناخذوا زوج شيت. معنا المره الاولى نضغط استاذه هاديه. هاديه ثم بعد الثانيه نمر الى جازيه. تمام. وهي المرة الوحيدة اللي عندكم الحق في زوج شايد لأن نحن توأم دوما ندربوا مع بعضنا. شفت أنك تكون معنا في التدريب يعني كيفاش يكون الكرم معنا. ما تغيبوش على تدريباتنا يعني. ثم اختار البلد طبعا بلدك اختار تونس. نعم ستصير لكم الشهادة الآن. نضع مدينة بنزرت. كل واحد يضع المدينة متاعه. بعد ما يضع الدولة طبعا ان كنت رياضيات ولا لغة انا باش نحط لغات علوم حياة تكنولوجيا اعمال فنون رياضة اللي انت يعني حسب اختصاصك ثم بعد ذلك يقول لك تابعنا على اليوتيوب ممكن تعمل هكا ثم ترجع من بعد تتابع الكلاس بوينت وهذوما تحطهم مثلا تدخل على اليوتيوب تتابع معاهم كل الاعمال كلاس بوينت بالفلبين اندونيسيا ماليزيا فيتنام تايلاند الهند من تويتر وتويتر منا هذوما كي تدخل على تويتر باش تتقاسم تحطهم طبعا كلي لا بروبابيليتي كو فو ريكومونديي كلاس بوينت ان امي او ان كوليك أنا أنصح بها الجميع عشرة يعني بلا نقاش أنصح الجميع بالعمل بهذه الأداة هادية نضغطوا على كل الروابط إحنا أي أضغطوا عليهم الكل ثم عود بعد ذلك باش تاخذهم من مباشرة تولي تنزلهم يعني كي تهبط العمل متاعك تقع يعني النشر داخل الصفحات هذوما وفي التويتر تمركيهم تمام تكتب انت كلاس بوينت يطلعوا لك فما كلاس بوينت وكلاس بوينت منا شكرا هنا يقول لك ما هي اقتراحاتك باش نقدموا بهذه الاداه مثلا تحط انت كولابوريشن مثلا كولابوريشن من التعاون مثلا على سبيل المثال تم نعم جايزي هنا واصلي هذه واصلي إذا هنا يقول لي يا لا لا تحب ترجع باش تثبت في الإجابات متاعك وإلا الإجابات كاملة فماش سؤال يخص أي جواب الكل معايا نعم أصلا لا يمر الفورم إلا إذا نقرت إلا إذا كان أجبت على الكل معناها نعم لا حتى أشرح لهم إذا سأرسل الإجابة votre demande de certificat de formation a été soumise هو يقول لك تنجم تبقى حتى الخمسة أيام. ها وأنا باش نمشي توا نشوف على الإيميل. لحظة هذه لحظة هذه خلينا نعمروا لآخر ساعة لحظة. لحظة فقط أنا باش نرجع لك للثاني نعم. لا مو مادام حلين الفورم نواصلوا وبعدين. أريهم الشهادة فقط يا جازية وش نرجع نعبي معاهم الفورم. إذا المفروض تجينا على الإيميل هنا. سأعود إليها إذا هناك من هادية هناك من نشرها ممتاز إذا نعود نعود للفورم من جديد ونقول submit another response هادي سأشارك أنا الشاشة مثالشة هات نعمرها جايزة نفس الشيء الآن هاي الشهادة الثانية الآن نمر جميعا الجميع يتابع لو سمحتم إذا نضغط مرة أخرى على الفورم الرابط نعم على الفورم مرة أخرى نعم تمام شكرا وصلتني الشهادة الأولى شكرا لك نتواصل تابعينا الشهادة الثانية هاي نمشي ونفركسوا على تونس الأبية جازية جازية نشرت شهادتك أنت الأولى في الشات لا علينا جازية العبيدي إذا ننقر على جازية العبيدي أنا سأنقر على هذه ننقر على جازية العبيدي نعم
نمر. كالعادة الاسم في الشهادة. باللغة اللي تحب انت. ثم الإيميل. gmail.com. الكل يتابع؟ نعم يا هادي نتابع فيك. المدرسة كوليج إذن كالعادة. اسم مدرستك طبعا. سيت ويب او وضع كالعادة ايميلك. طبعا كالعادة بلدك أنت من أين تتابع؟ كل واحد يحط البلد متاعه. تونيزيا. شنون توريز نقومة. كالعادة ما هي المادة التي تدرسها؟ اللغة. كالعادة نضع هنا كل الخانات. مثلا هنا موتيفاسيون مثلا اكثر موتيفاسيون للتلامذة. كرياسيون. ثم سبميت. ونفس الشيء يقول لي ستصلك الشهادة. هاك الشهادات وصلت؟ نعم الجميع شارك الشهادات. نعم ممتاز. اذا ان شاء الله الكلكم توليوا كيفنا مدربين، وان شاء الله كيفنا هكا تسعدوا بمنح هذه الشهائد للطلبه والحضور والاساتذه. صح يا هاديه. نعم. وبما ان حضورنا موجود ممكن ان نمدهم باكواد مايكروسوفت. نعم. أين هي أكوادك؟ أعطيني أكوادك يا هادي لو سمحت. نعم. طبعا النشر الشهائد ضعوا لنا طبعا ماركيونا فيهم الشهائد حتى ترى طبعا. لو سمحتي. نعم. لو سمحتي ملحوظة بسيطة، قمت بتحميل شهادة جازي هي الأولى، وسأقوم بنشر شهادة هادية هي الأولى في الفيسبوك. أستاذ فتحي مش مشكلة يا أستاذ فتحي، مش مشكلة. حتى يكون عدالة في التعاطي مع التوأم. لحظة، بالنسبة للتوأم صدقني صدقني مش حتى مشكلة. أنا ولا هادي كيف كيف. شكرا جزيلا أستاذ فتحي على هذا التعامل الرائع معنا، يعني جزاك الله كل الخير. هادي أرجوك أرشدي أكوادك لكي أضعها. نعم لحظة. وصلتني شهادة تانية، بارك الله فيك. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. وما زلت شهادة الأستاذ جمال عندكم بقى. كل واحد فيكم تعمل لي واحدة. شكرا جزيلا. عمر لا استاذ جمال، عمر الفورم لكي تسيب لك عبر الايميل، احنا لا نعمل حتى شهاده، انت تعمر المعطيات تعبئ الفورم وتسيبك الشهاده عبر الايميل. الان تجيك عبر الايميل. حضرتك ارسلي لي الفورم عندي بقى. طيب شكرا جزيلا حبايبي، والله وصلت الشهاده الحمد لله رب العالمين، ومجهود اكثر من رائع.
شكرا شكرا جزيلا جزيلا استاذة هادية استاذة كازية وجميع الحضور وجميع القائمين على العمل. الف الف شكر. الشهادة جميلة ان شاء الله. مبروك عليكم الكل. نحن الاسعد يعني بتواجدكم معنا. الله يبارك فيكم والله في مجهودكم الجميل. شكرا جزيلا. جميل ارسلت لك الفورم عبر الايميل عبر الفيسبوك. شكرا. عبئه مرتين. الأكواد. نعم أكواد سأرسلها كذلك. هذه أين أكوادك؟ شكرا جزيلا لحضرتك. أرسلتهم يا جازية بعث لك الأكواد. هذه لحظات. نعم بعث لك الأكواد. أي لحظات سأرسل وسأضع أكواد أستاذة هادية. طبعا من فضلك كيف يمكن أن نصير سكول كوتش؟ هادي أعيد ولا أعيد أنا؟ مش مشكلة. إذن سكول كوتش هي سهلة جدا. أنك تدرب 25 ما بين 25 من المدرسة متاعك وإلا من أي يعني فريق تدريب تقوم معاه بالتدريب، وبعد ذلك تاخذ سكرين شوت للعمل مع المجموعة الكل، ثم تقوم بإرسال هذا العمل. تنجم تعمل منه فيديو، تعمل الرابط متاع الحصة وتسجل والكل تنشرها الحصة التدريبية، تبعثهم هذوكم الكل معهم تعريف بيك يعني كمدرب وكأستاذ وهكذا، ترسلهم والرابط يعني لا يأخذ الكثير من الوقت. الكوتش سكول إن شاء الله الكلكم تاخذوها. جازية ما أخذيناه الرابط المرة الأخرى، كانت نجم تحطوه لهم ياخذوه عندهم بشي نجم يعمروه بأريحية. شنو رابط الكوتش سكول؟ أنا سأجيله في الواتس لحظات. هيدي لحظة حتى أنشر لك كويد متاعك لحظات. نعم إذا هل تعرفون كيف تضعون الأكواد يا جماعة؟ نعم. قدم الأمر واضح أخت جازية. تفضل. إذا هادية ماذا طلبت حبيبتي؟ نعم جازية. شنو طلبتي هادية؟ إن كان لديك رابط رضوى لحظة فقط. رضوى تطالب بالرابط. إن كان لديك رابط سكول كوتش. لحظة سأبحث عنه لحظات لأن وضعته الأستاذ لا أعرف. لحظات هدية لأنه في الواتس معناها يزن نحوله للفيسبوك و لحظات. بعد أخذه من الفيسبوك وأضعه وأنتم نعم وضعته الآن. لحظات أخذه وضعه في الشات والجميع يقوم بتدريب وبعدها يملأ الاستمارة يعني. نعم عرش. هادية هادية نعم. وضعت الآن هو لا 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 مش هذا لا هو نعم. إذن بإمكانكم أخذ هذا الرابط والاحتفاظ به عندما تقومون بالتدريب. تعبئون الفورم هذا وضعته هادية. نعم بإمكانك فتحي أمام الجميع الفورم. نعم افتحيه أو توراوها مع بعضنا. إذن application for class point school coach. هنا طبعا يقول لك المطلوب this application requires you to have attended and passed a class point train session, conduct a school workshop with at least 15 fellow teacher, share the workshop on social media. إيش معناها؟
بعد ما تدربهم كما قلنا تاخذ سكرين شوت وتنشروا على الواتساب، تنشر على اليوتيوب، تنشر على تويتر، تنشر على الفيسبوك، تنشر على لينكدين، وتاخذ الروابط الكل. طبعا انت كي باش تعمل تدريب تولي تحضر لهم شهيد من عندك في انتظار تولي كيف نحن مدرب معتمد، ولا تحضرنا احنا معاك نعطوك الشهاده في نفس الوقت، ياخذوا زوج شهيد. طبعا شنو باش تحط فيه، شنو مطالب في هذا التدريب، شو عندك؟ الكل يتابع جايزيا؟ نعم طبعا مفتوح الشات قدامي وكل شيء. نعم اذا عندنا بدءا باش تبدا بالاسم، هاوك الاسم واللقب، الايميل، اوفيس سكول نيم، اسم المدرسه ولا المعهد، متى قمت بالتدريب، يعني تحط التاريخ هنا هاوك تنزل عليها تعطيك تاريخ اليوم او اليوم اللي دربت فيه، بعد تمشي عدد الأساتذة اللي حضروا معاك، وانت حاول تحضر معاك عدد اكبر من 15 والمقبول 15، ولكن انت قوم باكثر. حضرونا احنا معكم جيل وقوم بنشر الحصة بعد ما تسجلها على التيمز، انشرها على اليوتيوب، فهنا تضع الروابط، يقول لك هنا please share the workshop on social media and pass the exact link، يعني تعطيهم الروابط الصحيحة. هنا راو يتأكدوا برشا، ماك تعرف سنغافورة كجماعة ذوكم جماعة لا إله إلا الله، ثبتوا في كل التفاصيل. قال كان أبعث لي رابط الفيسبوك، رابط الشهاد، رابط اليوتيوب، رابط الاجتماع، الكل تحطهم. ومن بعد يقول كان أبعث لي اللي استعملته أنت الباوربوينت، اشترى اللي أنت دربت يعني، قال لك أبعث لي الرابط متاع الباوربوينت، بيان سور أنت باش تبعث في شكل بي دي اف، تاخذ الرابط على وان درايف، ومن بعد هبطوا كرابط وتحطوا، ثم تحط البلد من هنا طبعا، بعد شير ويز اس بيت مور بهنا طبعا، تاخذ هنا مثلا بعض الصور، بعض الحاجات اللي نشرتهم، تاخذ الروابط وتحطهم، ثم ترسل اجابتك، وان شاء الله يا ربي لكلكم تحصلوا معنا على هذه الشارع. هل هناك سؤال جايز؟ لا ليس هناك أسئلة. هاتي هناك تدخل بسيط من هناك تدخل بسيط من شخص يريد أن أشكر الأستاذ جمال على هذه الحصة الرائعة، على هذه الاستضافة ذات المستوى العالي، سبحان الله عدد مهول من الشهاد وعدد مهول من الأكواد، هذا ليس بسيط وليس هين، ربي يبارك فيكم جميعا. نشكر كيف كيف الأختين جازية وهادية اللي بذلوا مجهودات كبيرة، أنا أعلم ذلك، صحيح أني لم أمارس التدريب لكن أعرف جيدا ماذا يعني ساعتين دون انقطاع من العمل، ربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحة، أشكركم على كل هذا. معلومة بسيطة، الآن منذ ثواني فقط وصلني إعلام للمرة الثالثة سفير معتمد في منصة تصورتها بنسي لكنها منصة جديدة هي النربور، الحمد لله بعد سنتين من العمل، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. الف مبروك، اذا ناكو وجه انا مبروك عليك. شرف لينا وجودك معنا. شرف لينا وجودك معنا، والف مبروك. شكرا جزيلا، كان فما هناك بعض الاسئله. انا هنا مدام هاديه، مدام جازيه. مرحبا ماما، كوثر معكم. اهلا، نشكركم على الحصه اليوم، ممتعين بصراحه يعني، وحصه الافاده وشرى ديما متالقات ان شاء الله، توأمتون صراحه. بيك يسعدنا هذا الدعم، راهو بدعمكم واحد بالفعل يعني يقدم وينسى كل التعب، قال سي فتحي، وبالفعل يحس بسعاده وفخر انه افاد واستفاد، يعني تعلمنا ونحن بصدد نقل ما نعرفه. إن شاء الله مبروك على سي فتحي الشارة الجديدة. إن شاء الله مبروك سي فتحي. أنا أشكر الجميع على دعمهم يعطيهم الصحة بصراحة، هناك في عشات، هناك مسجات محفزة ومشجعة، ولا تجعلنا ننام هذه الليلة يا هادية. الحمد لله ونقول مبروك للأستاذ فتحي ويعطيه ألف صحة.
بارك الله فيك ويعطيك الصحة. نحب نعلمكم اللي أربعة من الأكواد التي أرسلتموها هي مدمجة بطبيعتها عندي، فالحمد لله. الحمد لله. أستاذ تفضل أستاذ جمال، تحب تقول حاجة؟ تفضل. نضع فورم أستاذ جمال، أين هو فورم أستاذ جمال؟ أستاذ جمال هل لديك فورم؟ أنا بعثته لحضرتك. لحظات؟ لا لم يصلني. طب يبقى عند الأستاذ هادية. عندي أنا شيزي، سأعطيكم الرابط الآن. نعم نعم. أستاذ جمال قل لنا كلمة الختام حتى أوقف التسجيل. أتقدم بالشكر لجميع الحضور والأساتذة الأفاضل الفضلات أستاذة هادية وأستاذة جازية على هذا العرض الرائع في اللقاء، هذا اللقاء التدريبي، وإن شاء الله نراكم على خير في لقاءات قادمة. وبستأذن جميع الحضور للاستفادة من العلم والمعرفة، ندعو باقي الأصدقاء والمعارف لحضور هذه اللقاءات التدريبية الرائعة يعني والاستفادة. بشكر حضراتكم جدا، بشكر حضرتك أستاذة جاسية وبشكر حضرتك أستاذة هادية، شرف لي حضوركم. نحن الأسعد إن شاء الله في كل مجال احنا بإمكاننا نعطي معلومة لن نبخل بها يعني، وما تعلمنا هو صدقة على أنفسنا و عن نفسي عن أهلي رحمهم الله، يعني هو صدقة جارية. ومن لديه علم لا يفيد به لا خير فيه ولا في علمي أظن، يعني صدقا. نعم. شكرا للجميع ويعطيكم الصحة. أستاذ جميل، أرسل لي أي شيء الآن حتى